أبو نايف معنا على الخط، تفضل يا أبو نايف. هلا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. السلام. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخنا. الشيخ عندي سؤال الله يحفظك. الله بالخير. التماعم، هل يجوز إني أذبح التماعم وأصدقها أو أسوي وغدا وعشاء وكذا؟ لأن أسأل الإخوان، بعض الإخوان يقول ما يجوز إنك تصدقها، يجوز انك تجمع الاخوه والاقارب عليها الله يحفظك، ودي الحكم في فيها في الشهاده الله يحفظك. شكرا. التمايم يراد بها العقيقه يا اخي، العقيقه. نعم. اللي تذبح عن المولود. نعم. هذه ياكل منها ويجمع اصدقائه وياكلون منها ويتصدق منها، ما ياكلها جميعا كلها، بد يتصدق منها ولو بقليل، هذا السنه. نعم.